نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. غداة انتخابه حبرا أعظم، قداسة البابا يؤدي الصلاة في كاتدرائية في روما، واستقل سيارة لا تحمل اللوحة المخصصة للبابا تماشيا مع صورته كرجل متواضع. هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مرفأ بيروت وتؤكد المضي في تحركها، وأن 21 من أذار سيكون يوما نقابيا بامتياز. فابيوس، باريس ولندن ستزودان المعارضين السوريين بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، والائتلاف السوري يرحب. 3 تفجيرات متزامنة تهز وسط بغداد قرب مقار عدد من الوزارات في منطقة تبعد 200 متر عن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. أبى البابا المنتخب والذي وصف بأمير الفقراء إلا أن يستقل في أول أيام حبريته سيارة متواضعة أقلته إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما لا تحمل اللوحة المخصصة للحبر الأعظم تماشيا مع صورته كرجل متواضع. الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو اختار اسم فرانشيسكو الأول ليكون البابا 66 بعد 200 في حاضرة الفاتيكان، وهو أول يسوعي يرأس الكنيسة الكاثوليكية، وهو معروف بتقشفه وتواضعه وحبه للفقراء، وعلم أنه على علاقة وطيدة مع اللبنانيين في الأرجنتين حيث كان يتردد إلى السفارة اللبنانية. في لبنان تحل الذكرى 8 للرابع عشر من أذار في ظل تباينات انتخابية بين بعض مكوناتها، في وقت يبقى قانون الانتخاب بعيد المنال شأنه شأن سلسلة الرتب والرواتب الموعودة. في الشأن السوري برز إعلان وزير الخارجية الفرنسية عن عزم باريس ولندن تزويد المعارضين السوريين بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي رحب به الائتلاف السوري. البداية شانتال من حدث انتخاب الحبر الأعظم، فقد بدأ البابا فرانسيس الأول أولى أيامه بصلاة منفردة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في أول ظهور علني له غداة انتخابه. البابا وصل في موكب صغير من سيارتين ومن ضمن مرافقيه السكرتير الخاص لسلفه، كما التقى البابا سلفه البابا الفخري بنديكتوس 16 بعيد انتخابه، وترجل البابا من سيارة لا تحمل لوحة التسجيل المخصصة للحبر الأعظم تماشيا مع صورته المتواضعة، كما رفض مساء الأربعاء يستقل السيارة التي كانت تنتظره لنقله إلى بيت القديسة مارتا، وآثر يستقل حافلة صغيرة برفقة الكرادلة الآخرين. وكان الدخان الأبيض تصاعد ليل أمس من مدخنة الفاتيكان إذانا بانتخاب البابا 66 بعد 200. تقرير جان خول. أبيموس بابا. أمام عيون الناس كتب التاريخ. إمينينتيسيموم أكريفرينتيسيموم دومينوم جورجيوم ماريوم سانكتي روماني إكليزي كاردينالين بيرغوليو. كنيسة مار بطرس التي كانت مقبرة للوثنيين ضجت فيها بشائر الإيمان والحياة ليلة الأربعاء، وامتلأت بعبق الدخان الأبيض بانتظار البابا الأبيض. كشفت عن وجه البابا الجديد الذي يملأه السلام. بيرغوليو تحول من كاردينال آت من الأرجنتين من آخر أصقاع الأرض إلى البابا فرانسيس الأول حامل هموم الكنيسة وأبنائها. وقف أمام جموع دمعت لها عيناه ليدعو إلى السير على طريق الأخوة والمحبة والتبشير بالإنجيل. لم ينسى الدعوة للصلاة لسلفه الذي تابع الانتخاب من مقر إقامته، خصوصا أن انتخابه استغرق وقتا مشابها لانتخاب بنديكتوس 16. وفي مشهد يذكر بصلاة المسيح مع تلاميذه، صلى البابا الجديد مع الجموع، نادى الأبانا وناجى مريم.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. كنيسة روما احتفلت بدفء الإيمان رغم برودة الطقس، فهي شاهدة على أجمل ما يقال وأعظم ما يكون. إنه 66 بعد 200، إنه المبارك الجديد. أعلن الفاتيكان أن احتفال تنصيب البابا سيقام في 19 من الجاري، فمن هو البابا الجديد الذي سينصب على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ تقرير سيران حايك. كان محسوباً لدخان الكابيلا السيستينية أن يتراقص على نغم أجراس كنيسة القديس بطرس قبل حلول العيد، منبئاً بعيد من نوع آخر. كان محسوباً أيضاً لتلك الشرفة الحمراء أن تفتح درفتيها على ثوب يشع من بياضه أريج بابوي، لكن الذي لم يكن في الحسبان أن يحل بطل الفقراء حبراً أعظم على رأس الكنيسة الكاثوليكية بعدما فشل قبل 8 سنوات بتبوء المنصب عينه يوم كان المنافس الأكبر لجوزيف راتزينجر. كم هي محظوظة تلك البوينس آيرس، فكاردينالها بات خليفة بطرس. هو خورخي بيرغوليو ابن الأرجنتين ورئيس أساقفة عاصمتها، ينتخب حبراً أعظم تحت اسم فرانسيس الأول، ما شكل سابقة للكنيسة الكاثوليكية التي لم يتولى إدارتها على الإطلاق أحد أعضاء الرهبنة اليسوعية وبابا من أمريكا اللاتينية. الرجل الخجول وقليل الكلام كان عارض بقوة قانوناً يشرع زواج المثليين، وحمل على الحق في تغيير الجنس في سجلات الأحوال الشخصية. انتقد الكهنة الذين رفضوا منح سر العماد للأطفال المولودين خارج الزواج، واصفا إياهم بالمنافقين. البابا الجديد ولد عام 36 في العاصمة الأرجنتينية في عائلة متواضعة. هو نجل موظف في سكة الحديد من أصل إيطالي، درس في المدرسة الحكومية وأنهى دروسه بشهادة تقنية في الكيمياء. وفي سن 22 دخل الرهبنة اليسوعية، حيث درس العلوم الإنسانية ونال إجازة في الفلسفة، ثم درس اللاهوت، سيما كاهنا عام 69. وخلال الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين ناضل بيرغوليو للحفاظ على وحدة الحركة اليسوعية. بقي الرجل وديعا متواضعا، ينهض عند 4:30 وينهي يومه عند 9 مساء. بالبساطة اتسمت حياة أمير الكنيسة كما يحلو للأرجنتينيين أن يندهوه. اختار العيش في شقة بدلا من القصر المخصص لمطران المحلة، كما تخلى عن سيارته الليموزين وفضل الحافلة وسيلة للتنقل، بعدما كان يحضر بنفسه وجبات طعامه. المعروف عنه أنه يهوى الأوبرا ويحب نادي كرة القدم في الأرجنتين سان لورانزو، لكن المفارقة تكمن في أنه تردد أنه يضع صورا للقديس شربل في مكتبه ويكرمه تكريما خاصا. وللإضاءة على أهمية الحدث في الكنيسة الكاثوليكية ينضم إلينا عبر الهاتف من الفاتيكان وكيل الرهبنية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي الأب سليم الرجي. بير سليم، أهلا وسهلا فيك ببيروت اليوم. يعني ما أهمية أن يكون لنا اليوم بابا كفرانشيسكو الأول على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟ الله معكم، الله مع كل المشاهدين. بابا فرانسيس الأول، بدي بلش بآخر كلمة قالها، البكرة رح روح زور العذراء مريم وكرس مجددا الكنيسة تحت حمايتها. اجى لعند جار دايرنا سانتا ماريا ماجوري وزار وصلى، فاذا هو مريمي بامتياز. اخذ اسمه فرانسيس تيمنا بمار فرانسيس الاسيزي الفقير والمتجرد واللي الله ارسله ليجدد بكنيسته. كما هنالك قديس من الجمعية اللي بينتمي اليها اليسوعيين اسمه فرانسيس كاكاساريوس، اللي أنجل كل الشرق الأقصى، الهند والصين واليابان. فإذا هو رجل التخلي والتجرب، رجل الفقرة ورجل الأنجل الجديدة أي البشارة. لم يلبس الزي الأحمر بارح إذا انتبهتوا فوق ثوبه الأبيض، ولا صليبه الذهبي،
إنما صليب نحاسي بسيط والثوب الأبيض فقط علامة فقر وتواضع النحاء. حنى راسه قدام الشعب طالبا صلاته وبركة ودعم روحي ومعنوية قبل ما هو يعطي البركة للشعب، فهو بابا الجماعة لسيما البسطاء ودعاء القلب. طلع على نية سلف البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الأبانة والسلام، فهو رجل الوفا ومثل ما قال يسوع ما جئت لأنقض بل لأكمل، جاي يكمل مسيرة ثلاثاء ولسيما بنديكتوس السادس عشر البابا العظيم. متأشف كتير، هو كان يطبخ بيقولوا عنه، ما بيملك سيارة يمشي أو ياخد مترو أو أوتوبيس، جاهز دايما للخدمة ومنه رجل مظاهر. ولكن أبونا سليم، أبونا سليم، يعني من خلال متابعتك عن كثب لواقع الكنيسة وخاصة بقلب روما وتماسك المباشر مع الأرض، هل نحن أمام عنصرة جديدة في الكنيسة برأيك؟ وكيف يجب على المؤمنين أن يواكبوا هذه الانطلاقة الجديدة؟ أنا يوم بعد يوم عم آمن إنه الروح القدس كل مرة بيرسل البابا اللي لازم يكون عم بدير شؤون الكنيسة. حدا منا كان مفكر أو مطروح بالنسبة لنا نحن المؤمنين اللي عايشين برا اسم كاردينال بيرغوليو، بس ولكن اليوم لما وصل هالكاردينال ودرسنا قصة حياته وشفنا مين هو، عن جد منلاقي إنه الكنيسة ربنا عم بديرها، يسوع المسيح عم بديرها، الروح القدس عم بديرها. لذلك أرسل اليوم هيك شخصية على الكنيسة، مثل ما أرسل البابا بنديكتوس السادس عشر بوقتها رجل العلم ورجل اللاهوت العظيم، مثل ما أرسل البابا يوحنا بولس الثاني الرجل اللي زار كل الدنيا وأعلن السلام واشتغل لأجل السلام بكل العالم. أنا بلاقي إنه الروح القدس هو الذي يدير شؤون الكنيسة. وكيل الرهبانية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي الأب سليم الرجي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ومواكبة أيضا لهذا الحدث الكبير، ينضم إلينا عبر الهاتف الراهب اليسوعي الأب روني الجميل. أبونا جميل أهلا وسهلا فيكم، مبروك للرهبانية اليسوعية هذا الحدث الكبير. ليش راهب كاردينال يسوعي يصل للمرة الأولى إلى السدة البابوية؟ الله معكم، ميرسي على التمنيات. بالواقع كلنا مبسوطين لهالحدث الحلو. نحن كمان بالرهبنة شوية مثل الكل متفاجئين كيف انه واحد من بيناتنا صار خليفة القديس بطرس. بالواقع هو مثل ما تفضلت وقلت هو اول بابا بيختاروه، وكان بلش حقيقته الرهبنية عنا بالرهبنة. الشي غريب نعم، واكثر من غريب لانه نحن اليسوعيين برهبنيتنا إنه الواحد يصير مطران، يسوع يصير مطران، هو استثناء واستثناء نادر جدا. وكيف بعد إنه يصير بابا؟ نحن معروفين إنه نحن جيش البابا، بس ولا مرة سعينا إنه نكون بالمراتب الأولى. بالواقع قوانين رهبانيتنا بتمنعنا وبتمنع اليسوعيين من السعي للأسقفية، ورهباننا النادرين بيكونوا عاملين دوراتهم الأخيرة، بيعملوا دورات خاصة بأنه ما يسعوا لأنه يصيروا مطارين، وأنه يكشفوا للرؤساء أنه إذا في حدا عم يسعى لهالمنصب. بالواقع مؤسس رهبانيتنا القديس إغناطيوس من ليولا كان بده من الرهبان اليسوعيين يكونوا دايما ناس مفرغين للخدمة وحاضرين يروحوا وين ما كان، وكل شغلة كانت تأثرنا بمكان كانت يتردد بأنه يبعثنا عليها. كان بده ينا ناس بيشتغلوا على الأرض بالكواليس على الحدود بالأماكن اللي ما بيوصل لحدا. الأولوية هي للخدمة عنا، وبظن المركز الكنسي إذا قبلوا البابا فرانسيس هو منه إلا وسيلة. وسيلة هي خطرة لأنه تجربة السلطة هي خطرة بحد ذاتها. بروني؟ نعم. حب أسألك، ليش مش اسم الديس يسوع اختار فرانشيسكو الأول؟ أوفيت نحن بالرهبنة عنا كذا فرانسيس كمان، يعني في فرانسيس في فرانسيس مشهور كتير، فرانسيس كاسافاريوس اللي بشر اليابان وبشر الهند ومات على حدود على أبواب الصين. عنا ثلاثة يسوعيين تانيين حاملين الاسم، بس بظن كمان لأنه اللي بيعرفوا ليدي إغناطيوس من ليولا مؤسس رهبانيتنا بيعرفوا كمان إنه فرانسيس كان القديس فرانسيس كان مؤثر جدا لإغناطيوس ببداية حياته الروحية، وكان ببداياته حابب يكون مثل فرانسيس.
وبعدين شوي شوي اكتشف غناطيوس انه القداسه مش كذب، يعني ما حدا بكذب قداسه حدا، وانه ربنا عم يدعي لقداسه مختلفه، وشوي شوي اخذ الخط اللي ربنا عم يدعي له. الراهب اليسوعي الاب روني الجميل، شكرا مجددا لك ومبروك ايضا للرهبانيه الكريمه. الارجنتين والقاره الامريكيه ودول العالم تحتفل بالبابا الجديد. رغم امال سكان الارجنتين بان يكون البابا من بينهم، لم يتوقع كثيرون ان تتحقق هذه الامنيه بوصول خورخي ماريو بيرغوليو الى السده البابويه، بما انه اول بابا من خارج القاره الاوروبيه ومن امريكا اللاتينيه بالتحديد التي تعتبر خزان الكاثوليك في العالم. الشوارع في الارجنتين امتلأت بالمؤمنين الفرحين بانتخاب حبر اعظم من بلدهم، اما وسائل الاعلام الامريكيه فعاشت فرحا عند اعلان اسم البابا الجديد، معربه عن سعادتها بان يتم اختيار بابا من القاره الامريكيه للمرة الأولى. Habemus Papam. Tonight, a Pope from the Americas. Fratelli e sorelle, buonasera. من كل أنحاء العالم توالت ردود الفعل المرحبة بانتخاب البابا الجديد، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعرب عن فرحه لوصول بابا من الأمريكيتين، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. كما رحبت روسيا والكنيسة الأرثوذكسية بانتخاب رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد، فيما أعربت رئيسة الأرجنتين عن بالغ فرحها لانتخاب ابن بلدها على رأس الكنيسة. رست ثلاث سفن روسية في مرفأ بيروت على متنها 700 جندي قبل أن تنتقل إلى مرفأ طرطوس السوري للمرابطة هناك. عشية الذكرى الثانية للثورة السورية، الائتلاف المعارض يعتبر قرار باريس ولندن تسليح المعارضة خطوة في الاتجاه الصحيح، ودمشق تؤكد أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. عشية الذكرى الثانية للثورة السورية بدت البلاد في حال مأساوية، وهذه المشاهد تظهر حال مناطق ريف دمشق حيث سيطر الدمار وغابت الحياة عن الأزقة والبيوت. أمام هذا الواقع جرعة دعم أطلقها وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، الذي وعد الثوار بإرسال أسلحة فرنسية وبريطانية إليهم حتى لو لم يستطع الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على إرسال الأسلحة إلى سوريا. وأكد فابيوس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، وبين الثوار الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى. الائتلاف السوري سارع إلى اعتبار قرار باريس ولندن خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي سياق آخر، أشادت صحيفة صينية بفاعلية صواريخ أرض جو أنتجت في الصين ونجحت في تدمير مروحيتين عسكريتين سوريتين على الأقل. وفي التطورات الميدانية، سيطر الجيش الحر على الحاجز 14 على الحدود اللبنانية في القصير، وأشار الجيش الحر في بيان إلى قتل عدد من عناصر حزب الله. تم بفضل الله تعالى ومدده تحرير هذا الحاجز واغتنام دبابة T-62 وأكثر من 100 قذيفة وجميع الآليات ودحر عناصر حزب الله وقتل ما لا يقل عن 15 شبيحاً. وفي مسألة الجولان، أكدت الفلبين التزامها في قوة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لفض الاشتباك في الهضبة، على الرغم من خطف 21 من جنودها من قبل معارضين مسلحين سوريين أفرج عنهم لاحقا. ادعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على مجهول وما يظهره التحقيق بجرم تزوير التمديد للمجلس الإسلامي الشرعي. اعتصام هيئة التنسيق النقابية ينتقل إلى مرفأ بيروت والزيتونة باي، ومطلب إحالة سلسلة الرتب والرواتب يتواصل. تقرير هيثم خوند. لأن 2000 مليار ليرة تهدر سنويا عن طريق المرفأ وتتبخر بعيدا عن خزينة الدولة، ولأن هذا المبلغ كفيل وحده بتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها، احتشد المئات من الأساتذة والموظفين في القطاع العام أمام مرفأ بيروت رافعين شعاراتهم المنددة بالفساد والهدر والمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. هب وهبت رجل واحد
هي اللحظة التاريخية المناسبة لحتى تساهموا ببناء إدارة نظيفة، إدارة صالحة، إدارة خالية من الفساد، إدارة بدها تحارب الفساد. هذه الإدارة اللي بدها تضرب عايد كل واحد بده يتهرب من دفع الضرائب والرسوم للخزينة، اللي بدها تمنع التهريب وبدها تحاول السيطرة على الأملاك البحرية والنهرية. من المرفأ توجهوا سيرا على الأقدام إلى منتجع الزيتونة باي، لأن ليس باستطاعتهم العيش على الخبز والزيتونة بعد اليوم. فالتعديات على الأملاك البحرية تكلف خزينة الدولة 3,000 مليار ليرة، كما يقول حنا غريب الذي اتهم حيتان المال والاقتصاد بالسرقة والفساد، محذرا من عدم بت السلسلة في جلسة 21 من الجاري. من الزيتون بها منقدر نمول السلسلة لموظفي الدولة، منقدر ننصف المتقاعدين، منقدر ننصف المتعاقدين، منقدر ننصف الأجراء، لكن منقدر ننصف الفقراء بهالبلد. هذا البلد البحر، واجهة البحر لفقراء البلد. عملوا تسوية على الأملاك البحرية، افرضوا غرامات على الأملاك البحرية بتمولوا 10 سلاسل. حاجي بقى تتحججوا، مش حنمولها على حساب المتعاقدين، مش حنمولها على حساب أصحاب الدخل المحدود والفقراء. يوم آخر يطوى من حراك هيئة التنسيق النقابية التي رفعت تحدي الإضراب المفتوح والتظاهر إلى حين تحقيق كل المطالب، فهل تنجح في رهانها؟ بعد الإعلان، جنبلاط حزب الله يسير عكس السير. نتابع الأخبار السياسية بعد الصفحة الاقتصادية مع الزميلة جيسي تراد قسطون. إذا حبيت توطن معاشك بأي بنك، ما تنسى تسأل عن تكاليف الحساب. ببنك عودي حساب توطين الراتب بكل وضوح. هاي جيسي. مرحبا ماجد. مرحبا جيسي. أخبارك إيجابية أم سلبية اليوم؟ ليست سلبية بالكامل ولا إيجابية بالمطلق، يعني عدة أحداث اقتصادية نحن منتبعها كالملف الإيراني، الأحداث الاقتصادية بمصر، انهيار الاقتصاد بسوريا، والشأن اللبناني طبعا ما بغيب، واليوم في توجه لزيادة 380 ليرة على صفيحة المازوت، خاصة المازوت الأحمر، عبر رفع الجعالي وتحميل المواطن 80 ليرة اللي لازم ما تدفع للصهاريج. بدنا نضوي طبعا على هذا الموضوع يلي قطع هيك مرور الكرام بمجلس الوزراء. تفاصيل معك، تفضل. نبدا محليا. اقر مجلس الوزراء وبخطوه مفاجئه زياده جعاله المحطات على ماده المازوت بنوعيه الاحمر والاخضر 300 ليره لتكون نافذه بعد صدور القرار بالجريده الرسميه، ورح تقسط الجعاله على 3 اسابيع، كل اسبوع بيتم اضافه 100 ليره على انه يتقاضى اصحاب المحطات الربح الكامل بدءا من الاسبوع الرابع. كما رح يتم إضافة رسم 80 ليرة على صفيحة المازوت الأحمر لمصلحة أصحاب الصهاريج، لتكون زيادة 380 ليرة على صفيحة المازوت محتمة بالأسابيع المقبلة. وللمزيد حول هالموضوع بينضم إلنا عبر الهاتف السيد فادي أبو شقرة، مستشار نقابة المحطات وعضو نقابة الصهاريج. سيد أبو شقرة، أولا منرحب فيك ببيروت اليوم. يعطيك العافية مدام. الله يعافيك. كيف لازم نفهم خطوة الحكومة المفاجئة وهي أشبه هيك بالمخدر على الجرح، والمواطن هو اللي دايما عم يدفع الثمن؟ يعني بالنسبة لنا هيدي بعد فترة طويلة كلنا منتذكر، وحضرتك مدام تابعتي الأمور سنة الماضية من كان في إضراب بشهر 4، وتعلق الإضراب كان في تفاوض بهذا الموضوع. نعم. ونحن 300 بالنسبة لنا هذا ناقص، حق ما عطونا حقوقنا كلها. يعني احنا في إلنا جعالة على البنزين وعلى المازوت أصحاب المحطات. طب كيف تفهموا هالحق يعني اللي عم يعطوكم إياه بشكل يعني هيك شوي شوي مثل ما بيقولوا، يعني مش عم يعطوكم حقكم كامل؟ هيدي المعالجة عند الدولة للأسف. نحن فينا نقول لك إنه هذا الموضوع في طاولة حوار نتفاهم نحن وزارة الطاقة على هذا الموضوع، واتفقنا نحن والرئيس ميخائيل. ليش اليوم هالشي حصل؟ بدك تسألي مجلس الوزراء ووزارة الطاقة بشكل. هل الشأن الانتخابي داخل بالحسابات اليوم حتى لا أصحاب المحطات والشركات؟ بالنهاية كل شيء بالبلد بيعملوا الحساب، بس نحن بالنسبة للانتخابات نحن منا مرشحين، ما بنعرف هذا الموضوع. بدك تسألي اللي مضى قرارات.
طيب سيد ابو شقره، وين المنطق يعني بكون الشركات، شركات النفطيه تحديدا، بتدفع 80 ليره للصهاريج على المازوت الاخضر، بينما المواطن هو اللي بده يدفع 80 ليره على المازوت الاحمر، لانه بنعرف انه وزاره الطاقه هي اللي بتستورد المازوت الاحمر وليس الشركات؟ صحيح هذا سيد ابو شقره، انقطع الاتصال مع السيد ابو شقره. طبعا يعني هذا الشان يعود الى وزاره الطاقه، ولكن علامات الاستفهام كبيره حول كيف توضع القوانين وكيف تطبق واين العداله من هالقوانين قبيل طبعا الانتخابات النيابيه اذا تمت. منتابع أخبارنا المحلية، لبنانيا تراجعت من جديد نسبة إشغال فنادق بيروت إلى 49% بكانون الثاني 2013 بالمقارنة مع 60% بالفترة ذاتها من 2012. وبحسب إرنست أند يونغ، سجلت بيروت نسبة الإشغال الثانية الأدنى بين 16 سوق بالمنطقة بعد القاهرة اللي بلغ الإشغال فيها 32%، لتكون انخفضت نسبة الإشغال بفنادق بيروت 11% على صعيد سنوي. أما معدل سعر الليلي فتراجع 27% إلى 167 دولار بأكبر نسبة انخفاض بين كافة أسواق المنطقة، بوقت المعدل الإقليمي بسجل 190 دولار. بإطار الذكرى الستين على تأسيس بنك سوسيتي جنرال بلبنان، أكد جورج صغبيني المدير العام المساعد على التزام البنك وهو المصرف الشامل ومصرف التقارب بهدفه الأوحد إرضاء العميل بقوة قيمه من احتراف مهني، روح التعاون والابتكار. واختار البنك مارسيل غانم ليكون سفير للمصرف، وبشكل سوسيتي جنرال دي بنك أوليبان جزء من الشبكة الدولية لسوسيتي جنرال المنتشرة ب 77 بلد. كشفت صحيفة الثورة الحكومية أن عائدات السياحة بسوريا انخفضت 94% بعد بدء الاحتجاجات ضد نظام الأسد، لتتراجع المداخيل السياحية من 3 مليار دولار بال2010 إلى 170 مليون دولار بال2012. والتراجع أثر بشكل مباشر على الصناعة الفندقية وقطاع التجارة من التسوق إلى قطاع النقل السياحي، وبشكل غير مباشر على قطاع الزراعة والصناعة. إشارة أن الموارد السياحية كانت تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل بدء النزاع، بوقت كان يوفر القطاع فرص عمل ل 11% من اليد العاملة. قررت مصر رفع الحد الأقصى للمبالغ اللي يمكن للمسافرين حملها عبر حدودها لتخفف القيود على النقد، بمحاولة للحد من الشح بالعملات الأجنبية بالسوق. وأوضحت أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلد مكفول لجميع المسافرين بشرط الإفصاح عنه إذا تجاوز 10,000 دولار. وكان كشف أيضا تقرير حكومي أن مخزونات مصر الاستراتيجية من القمح المحلي والمستورد بتكفي 89 يوم وحتى 9 حزيران المقبل، بظل انخفاض واردات مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم هالسنة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية. كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز أن قطر بدأت محادثات مع حكومة المملكة المتحدة لاستثمار 15 مليار دولار بمشاريع حيوية للبنية التحتية ببريطانيا. وقطر من المستثمرين البارزين ببريطانيا بعد ما مولت 95% من برج تشارد، أعلى برج بأوروبا، وبتملك متاجر هارودز وأيضا حصة بمصرف باركليز. إلى أوروبا، دعت النقابات الأوروبية إلى تظاهر ضد التقشف اليوم ببروكسل لتوجيه رسالة إلى رؤساء الدول والحكومات اللي عم يعقدوا قمة مخصصة للإنعاش الاقتصادي، وبشارك مندوبين من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال وإسبانيا بها التظاهرة اللي دعا إلى الاتحاد الأوروبي للنقابات اللي بيضم 85 منظمة وعشر اتحادات ب 36 بلد. وبيطالب المتظاهرين بالتخلي عن التقشف بسبب تأثيراته المدمرة على الاقتصاد وفرص العمل. مددت الولايات المتحدة الاستثناء من العقوبات المفروضة على مشتريات النفط الإيراني ل 11 دولة، وبتعتبر إدارة الرئيس أوباما أن الاقتصادات ال 11 وهن اليابان، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، بولندا، إسبانيا وبريطانيا اتخذت إجراءات لتقليص أو وقف وارداتها من الخام الإيراني، وما رح تكون بالتالي معنية بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران. وبموجب قانون تم التصويت عليه بال2011، بتفرض الولايات المتحدة من 28 حزيران الماضي عقوبات ضد المؤسسات المالية اللي بتتعامل مع المصرف المركزي الإيراني اللي بيدير عمليات تصدير النفط بالبلد.
هذه كانت أبرز الأخبار الاقتصادية. ننتقل إلى جولة الأسواق. محليا ببيروت ارتفعت اليوم كل الأسهم المتداولة، وهي أسهم سوليدير آ، سوليدير بي، سهم بنك عودة وعودة جي دي آر. بالخليج أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على تراجع طفيف بعد ارتفاعات جيدة والضغوط من بعض عمليات جني للأرباح، وعموما بهالفترة بيلجأ المستثمرين لبيع الأسهم خاصة بعد ما تم توزيع الأرباح. بآسيا ارتفع مؤشر نيكيل الأسهم اليابانية بعد تراجع على مدى يومين مع انتعاش أسهم الشركات العقارية وقبيل تصديق البرلمان الياباني على المرشحين الجدد لقيادة البنك المركزي. أما بالصين فبتتجه الحكومة إلى تشديد القيود على القروض اللي بتمنحها البنوك لشركات التمويل الحكومية المحلية، وذلك لإدارة مخاطر الدين الضخم للحكومات المحلية. بأوروبا ارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها بخمس سنوات بدعم من أسهم شركات التأمين والتعدين، كما عم بيلاقي السوق عموما دعم من البيانات الأمريكية الإيجابية اللي صدرت مؤخرا وأبطلت تأثير التباطؤ الاقتصادي بمنطقة اليورو. إلى الذهب يلي عم بيستقر دون الـ 1590 دولار للأونصة، كون البيانات الإيجابية الأمريكية بتحد من جاذبية المعدن كملاذ آمن، والأونصة عند الـ 1577 دولار تحديدا بهاللحظات. كما تراجعت أسعار النفط مع تجدد القلق بشأن نمو الطلب بالولايات المتحدة والصين، وهن أكبر مستهلكين للنفط بالعالم، وأيضا ضغوط بسبب ارتفاع الدولار. أخيرا الدولار عند أعلى مستوياته بسبعة أشهر أمام سلة عملات بعد ما أظهرت بيانات تزايد التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي بطريقه للانتعاش وبإمكانه تحمل تشديد نقدي، واليورو دولار بهاللحظات عند 1.2917 تحديدا. نهاية الجولة الاقتصادية، منتابع معكم بيروت اليوم. يعطيك العافية. شكرا جيسي. في ذكرى 14 من آذار زار النائب نهاد المشنوق على رأس وفد من قوى 14 من آذار ضريح شهيد ثورة الأرز الوزير بيير الجميل في بكفية، ووضع إكليلا من الزهر في حضور السيدة جويس أمين الجميل وعدد من الكتائبيين والأقارب. قوى 14 آذار هي حركة سيادي وشهادي، مش حركة سياسي ولا مصالح ولا قوانين انتخابية، لذلك هي حركة مستمرة ما رح نقبل أبدا ولا اللبنانيين رح يقبلوا. اللبنانيين دايما قبل قياداتهم وأحسن من قياداتهم، ما بيقبلوا أنه هذا الدم يروح هدر، وكلنا مكملين. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن جميع الأفرقاء السياسيين متفقون على أن تأخيرا تقنيا للانتخابات النيابية لن يشكل مشكلة، محذرا في الوقت نفسه من تأجيل سياسي ومن عدم احترام المواعيد الدستورية للانتخابات، معتبرا بأن هذا قد يؤدي إلى ضرب النظام اللبناني. جعجع وفي حديث إلى الديلي ستار أكد أن التفاهم على قانون مختلط للانتخابات المقبلة بات ناضجا مع قوى 14 من آذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة حول التقسيم الأنسب للدوائر الانتخابية. وأكد عشية ذكرى 8 لـ 14 آذار أن الخلافات داخلها لا علاقة لها بجوهر التحالف، متمنيا لو لم تتم إثارة كل تلك الضجة حول خلاف قوى 14 آذار على القانون الأرثوذكسي. أمل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في التوصل قبل نهاية المهلة الحالية إلى توافق على تدوير الزوايا والخروج بقانون انتخابي يرضي الجميع. جنبلاط وصف في حديث تلفزيوني الذين يهاجمون دول الخليج بأنهم مجانين وعبثيون، معتبرا أن حزب الله يسير اليوم عكس السير. حلق الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم فوق منطقة الهرمل والبقاع الشمالي على علو متوسط، كما حلق فوق مدينة بيروت وبعض مناطق جبل لبنان على علو متوسط ومنخفض. تمكن عناصر مخفر مشت حسن بالتعاون مع أهالي المنطقة من الإفراج عن السوري مصطفى حسن بيلوني الذي خطف في وقت سابق من قبل أشخاص من آل الغازي كانوا يطالبون بفدية مالية، وتم ضبط السيارة المستخدمة في عملية الخطف وهي من نوع مرسيدس. مسرحية شمس وقمر، لوحات راقصة وأغنيات تؤرجحنا بين الواقع والحنين. تم افتتاح مسرحية شمس وقمر على مسرح كازينو لبنان برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، ممثلا بوزير الثقافة جابي ليون، وحضور فعاليات سياسية اجتماعية وإعلامية.
المسرحية هي من بطولة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والنجمة الممثلة نادين الراسي مع نخبة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف وجدي شيا وإخراج جهاد الأندري. وتناولت المسرحية موضوع التغييرات السياسية التي يعيشها العالم العربي حاليا من خلال ثورات الشعوب ضد حكامها والخضوع للديكتاتورية والسلطة الظالمة. يا شعبي يا كل الناس. ويجسد المطرب عاصي الحلاني دور قمر الذي يقرر أن يثور على استبداد وظلم الحاكم نخوع، الذي يجسد دوره الممثل فائق حميسي الذي يحكم بقوة عسكره وبمساعدة زوجته اللعوبة قلوبات التي تجسد دورها الفنانة كارلا بطرس، بينما تجسد الفنانة نادين الراسي دور شمس التي هي حبيبة قمر وتتبنى فكره وثورته. مقتنع جدا بهالعرض، خاصة بهالمرحلة اللي مرق فيها الوطن إن كان لبنان والمنطقة. نحن عم نقدم مسرح، وهذا تأكيد على أنه الشعب اللبناني والفنان اللبناني والمسرح اللبناني مستمر. هي نقطة تحول بحياة المهنية، نقطة محورية عطيتها من كل قلبي وربي بكل إيمان وصدق، وإن شاء الله يا رب تردلي مثل ما أنا عطيتها. هذا المجهود الكبير مني ومن كل فريق العمل، بتخيل حنقدم شيء كتير حلو. في كل بلدان العالم الفن هو بيعبر عن معاناة الشعب، معاناة الناس، وإذا السياسيين ما بدهم يتسمعوا على الفنانين يعني ما بدهم يتسمعوا على معاناة الناس. المسرحية تتضمن 10 أغنيات ولوحات راقصة تجمع ما بين عاصي الحلاني ونادين الراسي، وتختتم المسرحية بصوت عاصي الحلاني للشاعر أبو القاسم الشابي بعنوان إذا الشعب يوما أراد الحياة. بعد الإعلان، التفجيرات تهز وسط بغداد. أهلا بكم من جديد. تذكير بالعناوين: غداة انتخابه حبرا أعظم، قداسة البابا يؤدي الصلاة في كاتدرائية في روما، واستقل سيارة لا تحمل اللوحة المخصصة للبابا تماشيا مع صورته كرجل متواضع. هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مرفأ بيروت وتؤكد المضي في تحركها، وأن 21 من أذار سيكون يوما نقابيا بامتياز. فابيوس، باريس ولندن ستزودان المعارضين السوريين بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، والائتلاف السوري يرحب. 3 تفجيرات متزامنة تهز وسط بغداد قرب مقار عدد من الوزارات في منطقة تبعد 200 متر عن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عماد أبي هيلة. مرحبا عماد. هاي شانتان. مرحبا هاي ماجد. اكيد الفوتبول هلا سيطره تامه على الصفحات. صح، تشامبيونز ليج كان في عندنا مباريات امبارح، في عندنا اوروبا ليج مباريات رح تنلعب الليله، بالاضافه رح نشوف تنس وفولي بول محلي. تفضل عماد. إنما البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع الشامبيونز ليج، حيث حقق فريق ملقا الإسباني إنجاز تاريخي بتأهله للمرة الأولى بتاريخه للدور ربع النهائي بعد تغلبه على ضيفه بورتو البرتغالي 2-0 ضمن إياب الدور ثمن النهائي، وهو كان خسر ذهابا 1-0. مدرب ملقا مانويل بيليغريني أعرب عن سعادته بعد اللقاء وهو بيهدئ التأهل للجمهور يلي حسب رأيه كان له الفضل الكبير بهالفوز. ومن ناحية تانية تأهل فريق بايرن ميونخ للدور ذاته رغم خسارته على أرضه بميونخ 2-0 أمام الأرسنال، وهو كان فاز ذهاباً 3-1. مدرب الأرسنال أرسن فانجر هنأ لاعبينه بعد اللقاء وقال لو قدر فريقه يستفيد من الفرص يلي أتيحت له لكن قدر يتأهل، وبيضيف أنه مش من الهين تلعب بميونخ وتقدر تفوز 2-0، إشارة إلى أنه قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الشامبيونز ليج رح تقام بكرة نهار الجمعة الساعة 1. من ضرب الفوتبول ولكن ننتقل لإياب دور ال 16 من بطولة اليوروبا ليج، حيث عدة مباريات رح تنلعب الليل المساء، ومن أبرزها بيستضيف أنتر ميلان على أرضه فريق توتنهام هوتسبر. أمام فريق أنتر ميلان الإيطالي مهمة صعبة إذا كان بيريد التأهل للدور المقبل، حيث كان خسر 3-0 أمام توتنهام بمباراة الذهاب. المباراة رح تكون مهمة أيضا لتحديد مستقبل مدرب الإنتر أندريا ستراماتشوني يلي ما قدر يحقق مع الفريق سوى 3 انتصارات بآخر 13 مباراة بالدوري الإيطالي.
إنما المدرب الشاب أعرب عن إيمانه بأنه الفريق رح يقدر يتأهل للدور ربع النهائي، وبيضيف أنه الفريق كان ناقصه عدة لاعبين أساسيين بمباراة الذهاب، إنما الجميع على أتم الاستعداد والجهوزية لمباراة الليلة. أما من ناحية فريق توتنهام فرح يغيب عنه جاريت بيل يلي قاد الفريق للفوز بمباراة الذهاب بسبب الإيقاف، وبيقول مدرب الفريق أندري فيلاس بواس أنه بعد ما فقد فريقه بعد أماله للتأهل لبطولة الأندية الأوروبية الموسم المقبل بعد هزيمته يوم الأحد أمام ليفربول رح يحط كل تقله بمباراة الليلة، وبيضيف أنه بالطبع رح تكون مباراة صعبة لأنه الإنتر ما عنده شيء يخسره، فهو رح يهاجم بكل ما بيملكه، فلذلك على فريقه التركيز لاستيعاب الضغط، كما ورح تنلعب عدة مباريات الليل المساء، ومن أبرزها بيستقبل تشيلسي على أرضه استوى بوخارست يلي كان فاز 1-0 ذهابا، وبيستقبل اللاتزيو على أرضه فريق شتوتغارت يلي كان انهزم أمام الفريق الإيطالي بالذهاب 2-0. بالتنس التقى حامل اللقب المصنف تاني عالميا السويسي روجيه فيدرير بمواطنه ستانيسلاس فافرينكا ضمن الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز. فيدرير كسب المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة 6-3، لكن بالمجموعة الثانية قدر فافرينكا من كسر إرسال فيدرير ليفوز 7-6 بعد شوط حاسم، وبالمجموعة الثالثة تبادل اللاعبين كسر الإرسال قبل ما يعود فيدرير لمستواه ويفوز بالمجموعة 7-5 ويتأهل للدور ربع النهائي، حيث رح يواجه العائد الأكبر المصنف خامس عالميا الإسباني رافائيل نادال يلي كان تغلب بدوره على اللاعب اللاتفي إرنست كولبيس بمجموعتين لمجموعة بنتيجة 4-6 6-4 و7-5. كما تأهل المصنف ثالث عالمياً البريطاني أندي ميري للدور ذاته بعد فوزه على الأرجنتيني كارلوس بيرلوك بمجموعتين لصفر بنتيجة 7-6 و6-4، وهو رح يلتقي بالمصنف السابع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، إشارة إلى أن المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك جوكوفيتش فاز أيضاً على الأمريكي سام كويري بمجموعتين لصفر، وهو رح يلتقي بالدور ربع النهائي بالمصنف الثامن الفرنسي جو ويلفريد سونغا. ننتقل محلياً للمرحلة الثانية من بطولة XXL بالفولي بول، حيث من المركز الأول للثامن على ملعب غزير فاز فريق تنورين على فريق دلهون 3-2، وعلى ملعب حماد فاز فريق كسبة على فريق بلاط 3-0. أما من المراكز 9 ل 12 فاز فريق البربار على الجيش 3-1، وفاز فريق الرسالة الصرفاند على الألمون بنتيجة 3-2. مشاهدين هذا كان كل شيء بالسبور لهلا، العودة لكم. مرسي عماد. مرسي عماد. قتل 18 شخصا على الأقل وجرح 25 في سلسلة تفجيرات كبيرة رافقها اقتحام مجموعة مسلحة لمقر وزارة العدل وسط بغداد. وقال المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب إن 3 تفجيرات منسقة كبيرة وقعت في منطقة العلاوي بفارق زمني ضئيل، وهي تبعد 200 متر عن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوضع بات تحت السيطرة وأن المسلحين لم يتمكنوا من اقتحام المبنى، لكنهم اشتبكوا مع الطوق الأمني خارجه. في مصر، وبعدما اتهمت مجلة الأهرام العربي حركة حماس بقتل الجنود المصريين 16 في رفح في آب الماضي، لم يصدر أي نفي رسمي للموضوع حتى الآن. وللتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسلنا هشام مهران. هشام تفضل. نعم، هناك حالة من الجدل حول المعلومات التي كشفت عنها مجلة الأهرام العربي، وهي إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام القومية، والتي حددت فيها هوية وأسماء منفذي عملية رفح في شهر أغسطس الماضي التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا. المجلة حددت 4 عناصر متورطة في الحادث، جميعهم من حركة حماس، هم أيمن نوفل قيادي في كتائب القسام، وكان قد هرب من سجن المرج في مصر خلال أحداث الانفلات الأمني خلال الأيام الأولى للثورة، وهو محكوم عليه بتهمة المشاركة مع آخرين في اقتحام الحدود المصرية عام 2008. الثاني محمد إبراهيم أبو شمالة ويعرف بأبو خليل، وهو من قيادات الصف الأول في حركة حماس. والثالث هو رائد العطار، وهو مهندس اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. أما الرابع فقتل على أيدي الإسرائيليين
عند هروبه بعد تنفيذ العملية. هذه الأسماء هي وفق التقرير الذي نشرته مجلة الأهرام العربي، والتي قالت أنها نقلت هذه المعلومات عن عنصر كبير داخل حركة حماس، وتأكدت من صحة معلوماتها من مصدر أمني مصري. حتى الآن لم يصدر نفي أو تأكيد لهذه المعلومات من رئاسة الجمهورية أو الجيش في مصر، ولكن جاء النفي من حركة حماس. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة نفى هذه الاتهامات، وكذلك أيضا الناطق باسم حماس قال أن الجهات الأمنية في مصر لم تبلغ الحركة بتورط أي فلسطيني في الجريمة. هذه المعلومات بالطبع تتزامن مع ضبط قوات الأمن في مصر 7 فلسطينيين أمس أثناء دخولهم قادمين من سوريا، وكان معهم أوراق تتضمن تدريبات عسكرية ومواقع لأهداف حيوية في مصر، وجاري التحقيق معهم حاليا. شكرا للزميل هشام مهران. بعد الإعلان أنقذهم من هجوم قرش فطرد من عمله. نستهل القسم الأخير من النشرة مع أحوال الطقس. مرحبا، أجواء متقلبة بامتياز رح يشهدها لبنان باليوم اللي جاي، ورح نتأثر بكتل هواء سخنة بتحول طقسنا إلى 50 حتى السبت الصبح. بترجع من بعدها بتتغير أجواءنا كليا وبتتحول إلى باردة مع أمطار وتلج على الجبال ابتداء من ليل السبت الأحد. اتجاه الريح بتغير بين شمال شرقي وجنوب شرقي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 26 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 14 و25، أما بالداخل فبتتراوح درجة الحرارة بين 23 و27 درجة. الرطوبة منخفضة على الساحل، هواء متوسط سرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو غائم جزئيا مع غبرة بالجو. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق الوضع اللبنانية لنشوف كيف تأصل نهار الخميس، ومنبلش جولتنا من منطقة كفرنون مع 23 درجة 20 بأميون، حصرون 16، 21 ببشعلي، درعون وزرعون 22 درجة، 26 ببيقون، صيدون 25. عم تشوفوا الجو غائم جزئيا بكل المناطق. مرج عيون 24، بنوصل على منطقة القرعون 27 درجة، كمان 27 بمنطقة تربل، والختام بيكون بمجدلون وبالقاع مع 28 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث ايام اللي جايين. اليوم الخميس مثل ما قلنا الجو غائم جزئيا، الحرارة بتسجل اقصاها 26 درجة، عم بتشوفوا انه نهار الجمعة بترتفع لل 31 درجة. مثل ما ذكرنا باول النشرة السبت بيتحول طقسنا الى متقلب، وعم نشوف تساقط امطار لنهار الاحد وانخفاض بالحرارة لل 20 درجة. اليوم كمان اخترنا لكم صورتين من مجموعة الصور يلي وصلت لنا منكم على يوري بورت الموجودة على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم وصلوا لنا من علان شامي من عرمون، أما الصورة الثانية فوصلت لنا من رامي مسعود من عين المريسة. نحن ناطرين صوركم من وين ما كنتم موجودين حتى نعرضها بنشراتنا، وأنا بلاقيكم الليلة عشية. والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. عربات الأحصنة هي صور ما بتتجزأ من مانهاتن وسنترال بارك، وكل السواح بيعتبروا أنه المشوار فيها ضروري جدا خلال زيارتهم، لكن هالعربات رح تختفي إذا نجحت مجموعة من المدافعين عن حقوق الحيوانات بأنهم يوقفوا هالتقليد ويبدلوا بسيارات صديقة للبيئة. Thank you very much. We'll play a little music on the way out. كل ما يجي سؤال على راسنا حول حياة رواد الفضاء وكيف بتكون حياتهم على متن المحطات، بنفكر دغري بكريس هيتفيلد رائد الفضاء الكندي يلي من وقت وصوله إلى محطة الفضاء الدولية أمن ل 500 ألف فولوور يلي عنده إياهم على تويتر و 70 ألف صديق على موقع فيسبوك بصور وفيديوز من الفضاء. ظهر لاعب الباسكتبول السابق دانيس رودمان بساحة القديس بطرس بالفاتيكان لما كان المجمع منعقد لاختيار بابا جديد. رودمان أكد أنه طار دغري إلى إيطاليا لما سمع باحتمال انتخاب بابا أسود وأراد دعم الموضوع.
عندها بيج على يوتيوب مع أكثر من 50 مليون متفرج، كتاب على الطريق، رزنامة، تي شيرتس عليهم صورتها، وظهرت بأهم البرامج التلفزيونية. ما عم نحكي عن ليدي غاغا أو كيم كارداشيان، بل عم نحكي عن تارتار سوس، هالبسينة الصغيرة يلي عم نشوفها عمر 11 شهر، تميزت عن غيرها بنظرتها الغاضبة وحركاتها، وعدد هائل من الناس عم بيتهافتوا تيشوفوها. البطل البريطاني اللي أبعد قرش عن شاطئ بولكوك بشهر كانون الثاني وأنقذ الناس والأطفال من أي هجوم محتمل، تم عزله من وظيفته، والسبب هو أنه مديره بالشغل شاف الفيديو وعرف أنه بهالفترة يلي كان فيها هالموظف على البحر كان أخذ إجازة مرضية من العمل. وكمان زوجته واجهت نفس الموقف، هالزوجين شك يهم أمام الصحافة بانتظار تصرف مناسب. النشرة انتهت، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار دائما عبر MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي شهوان مع الإعلامي نديم قطيش. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.